فتم احتلال كربلاء، يعني طلعوا الثوار من عدا فنزحوا للنجف، ثم تقدم الحرس الجمهوري. طبعا هنا بإحدى الروايات اللي أنت قريتها في حلقة سابقة بين الجيش والمو الجيش، وهنا اللي قاتلنا الحرس الجمهوري والحرس الخاص، حرس صدام الخاص والحرس الجمهوري، ذول المدربين ويمتلكون السلاح والإمكانيات والقدرات والدبابات والطائرات تمشي بأوامرهم ومع صلاحيات حسين كامل والجزراوي وعلي حسن المجيد والآخرين. على أي حال، فقصفوا النجف ب 55 صاروخ سكود أرض أرض، هن اللي هدد بهن إسرائيل، قال لهم راح أحرق نص إسرائيل، حرق النجف، لأنه على اعتبار إسرائيل هي النجف يعني مو غير مكانها. فوجه الصواريخ مال سكود، ضرب له 39 صاروخ وقعن بصحراء النقب، والباقيات مصنعهن صواريخ الحسين والعباس، قصف بهن الإمام علي والنجف. هاي هاي دائما زعمائنا بالتاريخ، أيام جمال عبد الناصر صنع الظافر والقاهر وعلى أساس يدمر إسرائيل، قعدنا الصبح 500 طيارة ما هن بمطارات مصر. فنفس الشيء أمات هذا صنع صواريخ يقصف بها إسرائيل، قعدنا الصبح يضرب بهن مدينة النجف. وهكذا الطواغيت والقتلة والدكتاتوريين على مر التاريخ، يعني مو جديدة، بس المهم هو آخرهم صدام حسين بعد ما يجي واحد أتعس من عدة وأشد منه.